سلطان سليطيني اللي كيلقبني بسلطان سليطينه. غادي بغى يخوينا من هذاك الدوار النصراني هذاك السيد. علاش؟ شنو السبب؟ هو كيدور بدا كيبدا يعير فينا في الزنقه. إيه قال لي انا بعدا كينات قال لي انت كتصلي واللحيه والدينار وعاطي بنتك لواحد ما مطهرش. ولا دابا ولادي في الطاليان، ولادي دابا في الطاليان كيعيطوا لي قال لي انت ابي عادك الدار وحيد من تما، اش بغيت تبقى دير في هذيك الديور النصرانيه؟ بزاف خلق لك مشاكل عائليه، خلق لي بزاف مشاكل. وليت انا بارك في ذاك الديور النصرانيه غير ما يجيوش ولادي تما كينات ولادي ولف ليا نقطع لك تما كنت في ذاك الديور النصرانيه. وتبعوا حتى للجامع ماشي غتبعوا؟ ولا تابعنا حتى لنا، نضنا صلينا تابعنا في الجامع وديروا الحاس السلطان الطريق يدوز. واش وسط الجامع شكون هو هذا الحاس؟ قلت لي شكون هو هذا الحاس؟ شكون قلت لي شكون هو هذا الحاس السلطان هذا؟ شكون هو؟ هو يبدا يدير لي بيدو ها. قلت لي احترم راك في بيت الله. وشفنا واحد واحد الفيديوهات خارج وشي بعد شي كلاب تيقول لك ما فهمتش انا ذاك السيد اشنا هو، ما فهمنا فيه والو. الكلاب ما تبعوش ما فهمناش. هذوك الكلاب اللي ما عضوش تا هما راه ما كلابش والله العظيم. ودابا جيتي للمحكمه بغات ما جينا دابا مطالبين بحق المدني وعندنا شكايات اخرين ما بغاوش يضموا علينا. قال لك خصها تدوز بحدها، راه حنا تنتسناو وراه عندنا شي يقولوا ليه. عندنا اليوم طالبين بحق المدني، راه حتى حنا جبدنا في اللايف اللي عاير فيه القاده. اه دابا شي تشوبه مجبودين، راه حنا في هذاك، راه البوليس اللي فرغوا هذاك راه كاين سميتنا فيه. علاش جينا حنا طالبين بحق المدني؟ راه عدد ديال الناس حنا جبدنا معاه هذا ديال القوده، ديال القدره جبدنا معاه عيرنا. والسلام عليكم. شنو هو السبب السي سلطان ديال هاد المشاكل؟ علاش هو تيعير؟ علاش بقى يعير فيكم؟ بس هو سبب الخلاف؟ هذاك السيد غير تصدينا ليه، كنا دار واحد الشركه ديالنا ديال ديور نصراني، نصراني مات. انتحل شخصيا. انتحل الشخصيه الصفه ديال ولا هو المسير. جاب لنا اوراق لحمنا في الدار تيقول لك انا هو المسير، ناضنا داروا به الشكايه الدراري حيدوا لي الشكايه. ناض بقى داير لنا بحال ما هكا، داير لنا عصا في الرويضه هكا، وبقينا دابا بلا تيترات لا والو. حنا دابا الباقي بسبب ديالو هوايا. اخر كلمه اللي غتقول لي؟ اش غنقول لك؟ الله يجعل ربي هو ياخذ الحق في الظالم.